مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى طلاتنا التلفزيونية من مدينة مراكش التي تحتضن الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. نعود إلى نفس المكان كأننا لم نغادره منذ سنة. الزمن السينمائي في عرف الإبداع لا بداية ولا نهاية له. نتقاسم عند مروره عشقا في أبهى صوره، حيث يختفي القبح ليحضر الجمال. هذا الجمال لا يمكن أن تحتضنه إلا مدينة اسمها مراكش، المدينة التي يأتي إليها المبدعون من كل مكان، بعيدين جغرافيا لكنهم قريبين منها إنسانيا، حتى أولئك الذين يطؤون أرضها لأول مرة. غير بعيد هذا المكان تسطع اليوم النجمة 18 من دورة المهرجان، تعلن عن فتح ستارة الشاشة الكبيرة لعرض تجارب سينمائية متنوعة. نحن خلال هذا اللقاء سنحاول الوقوف عند أهم الأقسام والبرامج والمحاور التي تقدمها الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مع وجه من النقد السينمائي المغربي الزميل والصديق عادل صمار. عادل، مرحبا بك. مرحبا. طيب، أنا أبدأ بمسألة المكان. أنت تعلم على أنها في العرف السينمائي المكان له تأثيره وله حضوره وله دوره. كيف يمكن أن نربط المكان مع مدينة هي مراكش؟ هي يعني ككل مهرجانات العالم يعني دائما مرتبطة بمدينة، ليس فقط يعني فقط كفضاء جغرافي، ولكن كتعطيها واحد تعزيز الهوية الثقافية ديالها، وكتكرسها يعني كواحد الموعد سنوي بالنسبه للناس، كيولي يعني مرتبط حتى في الذاكره الجماعيه ديال سواء المجتمع بصفه عامه او الفنانين والسينمائيين بصفه خاصه، مرتبطه بالسينما. طيب، هنا كيحضرني نموذج بعض النماذج وانت تعلمها، برلين، البندقيه، موسكو، كان، يعني هذه الاماكن عناوين كبرى في المهرجانات السينمائيه. الان مراكش في دورة 18 وهي دورة النضج والاستمرارية. هي كنظن يعني كل مدينة كتأسس نموذجها انطلاقا من فضائها، انطلاقا من خصوصيتها. فكان بطبيعة الحال مثلا ارتبطت بالكوازات، مرتبطات يعني بالشواطئ. هذا مراكش عندها مثلا واحد خصوصيه ثقافيه ديالها وجغرافيه، فبالتالي كذلك يعني من المفروض انها مرتبطه يعني الناس المهتمين والمهنيين في السينما اللي كيجي من امريكا ولا اللي كيجي من اوروبا، فبالتالي هي مرتبطه بواحد الفضاء عربي افريقي متوسطي، فبالتالي هو كيجي يعني ايضا كيكتشف واحد نوع من الثقافه، واللي كينتظر انه يشوف ما يصنع سينمائيا في هذه المنطقه. طيب، يمكن نتحدث عن ان التاريخ يختزل في هذه المدينه سينمائيا؟ لا يختزل بصفه يعني قطعيه، بصفه قطعيه، لانه كاين فضاءات اخرى مرتبطه بالسينما، ولكن مراكش ارتبطت بالسينما في هذا البعد ديالها الدولي. اذا كنا كنمشيو مثلا لطنجة، ارتبطت في ذهنيتنا بالسينما الوطنيه، كنمشيو لتطوان مرتبطه بالسينما المتوسطيه. فهنا كاين في مراكش كاين ذاك يعني الجانب المنافسة على البعد الدولي. مدينة جاذبة للإبداع للمبدعين؟ هي جاذبة للمبدعين والبنية التحتية ديالها كنظن، فتنظيم أي حدث ثقافي أو فني بحد ذاته كيضمن واحد 50% من النجاح النشاط من البداية، بحكم أن يعني التوفر ديالها على واحد البنية التحتية، على التقاليد، على الشركات، على اللي كيشتغلوا في هذا المجال. كاينه اسرار اخرى مرتبطه مثلا بعض الغرائبيات، بعد ان المدينه يعني مرت من مراحل حتى ان الاسم المغرب لخص. نعم. في مراكش هي بالفعل يعني العاصمه، فهي مثلا الايرانيين ملي كتقول لهم من المغرب ما كيعرفكش منين جاي، المغرب كيعرفوه هو مراكش بسميت مراكش، بحال اللي التركيين كيعرفوا المغرب باسم فاس مثلا. فبالتالي والاسم ديال مراكش يعني معروف، مثلا نذكر كتاب كثار، فنانين تشكيليين، سياسيين اللي دازوا مراكش، فبالتالي هي عندها واحد الحضور
يعني في الذاكره الثقافيه العالميه، ماشي يعني فقط في السينما، هي مهرجان مراكش هو يستثمر هذا الاسم، وفي نفس الوقت كيعزز الحضور ديالو كاسم مرتبط بالثقافه والفن. طيب انا عندي ثلاثيه اسمها السماء والشمس واللون في مراكش، يعني طاغيه بشكل بشكل كبير، يعني هي عناصر نجدها حاضره في افلام، في كتابات، في رسومات. يعني هذا جزء من الهويه ديال المدينه. نقدروا نلقاو مثلا شخص في اوروبا وداير واحد الدار ديالو بداك اللون اوكخ اللي كيسمو، كيقول لك هذه الدار انا درتها على نموذج مراكشي، فهمتيني؟ يعني انها ارتبطت بداك اللون ديال 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 مراكش. اضافه للضوء كذلك، يعني لان الضوء مثلا ديال مراكش وديال الناحيه اللي هو واحد، يعني واحد كتحس به ضوء صافي نقي. بخصوص كان يعني كنتكلم على بالنسبه للسينمائيين اللي كيجيو للمدينه، كيكتشفوا واحد الضوء، واحد لا تومبيراتور دو كولور، يعني واحد الضوء اللي ما موجودش مثلا في اماكن اخرى. طيب الان احنا وصلنا للدور الثامن عشر في مهرجان مراكش، يعني يعد الان من العناوين الكبرى في خريطة المهرجانات العالمية. صحيح تاريخيا لا يمكن مقارنته ببرلين أو بندقية أو كان أو حتى موسكو، ولكن عنده تلك الخصوصية التراثية اللي عندها واحد نوع من الانجذاب، وكتخلي يمكن كل السينمائيين يرغبون في الحضور على مختلف تجاربهم ومدارسهم السينمائيه. طبعا يعني ملي 18 ماشي سهله، طبعا ملي كتوصل رقم كبير 18. انا كنأرخ الان جوج حوايج، الدوره 18 والدوره الثانيه من بعد توقف المهرجان والعوده ديالو، لانه حقيقه كانت اشياء كانت يجب ان تصحح، يعني بالتالي كان ضروري ذاك لحظه التوقف للتفكير، يعني باش نعاودوا يعني تصحيح ما او صياغه اخرى للمهرجان. فبالتالي ملي كتوصل للمهرجان 18، يعني ضروره انك كيولي عندك، ماشي هذا كيولي عندك واحد التاريخ خصك تدافع عليه، هناك تراكم كاين تراكم خصك تطوره، وفي نفس الوقت يعني كيولي انك دخلتي في ذاك الاجندا السنويه ديال المهرجانات الكبرى. طيب الان المهرجان فتح افاق جديده، وكان هناك مجهود كبير فيما يخص الاقسام التي هي محدثه سابقا او تم احداثها. الانفتاح على السينما الاستراليه، نحن نتحدث ليس عن بلد ولكن عن قارة. السينما الأسترالية بعيدة جغرافيا، ولكن أعتقد هنا سيكون القرب الإنساني والفكري حاضر بشكل كبير. السينما الأسترالية هي قريبة وبعيدة، لأن بعيدة بطبيعة الحال جغرافيا، ولكن في نفس الوقت كاين مجموعة ديال النجوم الأفلام اللي الجمهور كيعرفها، ولكن ما كيعرفش انها افلام أسترالية. لان كاين عدد كبير ديال النجوم مثلا او المخرجين اللي كيشتغلوا في اطار هوليوود. بالتالي كمثلا ماد ماكس، الاغلبيه مثلا ما عارفش انه فيلم اصلا أسترالي او مثلا ملي كيسمع ناومي واتسون انه ما كيعرفش انها ممثله استراليه. ولكن بالنسبه لنا هي ايضا ان ما يعني بعيدا على نجوم السينما الاستراليه في هوليود، باش نكتشفوا يعني السينما الاستراليه نقدروا نسميوها الداخليه اللي عندها صناعه سينمائيه قويه، عندها يعني بنجومها بتاريخها. طيب هناك ذكاء كبير في اختيار هذه السينما، ومفاجاه جميله اننا خرجنا عن النسق المعروف، عن السينمات المعروفه حتى على مستوى العالم الثالث، المكسيك، المصريه او حتى اوروبا، الاسبانيه، الفرنسيه. الحديث عن السينما الاسترالي اكيد سيحاول الجمهور من خلاله والنقاد السينمائيين والصحفيين المتابعين للمهرجان ان يكتشفوا صفحه جديده في السينما الاستراليه. بالفعل، لان هذه المهمه الاولى للمهرجانات هي انه كتمشي للمهرجان ماشي باش تشوف الاسماء اللي كتعرف، ماشي باش تشوف افلام اللي نالت جوائز في مهرجانات اخرى، ولكن باش تكتشف
سينما جديدة، بالخصوص أنا قلت واخا أنه كانت عندها أسماء كبار في السينما العالمية، ولكن محسوبة على السينما الأمريكية، فبالتالي كتكتشف فرصة لاكتشاف السينما الأسترالية غنقول الحقيقية يعني المحلية. طيب هي سينما إلى حد ما ما غنقولش مظلومة من حيث التواجد الكبير لممثليها في ونجومها الكبار في السينما الأمريكية؟ هما يعني نقدروا نقولوا كنجوم، سواء كانوا ممثلين او مخرجين او غيرهم، اللي يعني حققوا نجاح ديال كارير، يعني ديال يعني مسيرتهم مسيره الفنيه ديالو الفنيه. بالتالي يعني ما نظنش واش كاين تناقض. طبيعة الحال كاين انهم اللي يعني نقدروا نقولوا بانه بحال الواقع في استراليا او حتى مثلا مع السينما البريطانيه، لان افضل ما كاين كتديه لهم هوليود نسبيا. السينما الايرلنديه والسينما بالفعل هي هي الغريب انها سينمات قويه انسانيا مشحونه بعواطف كثيره، يعني كتحس بها لانه فيها فيها افكار، فيها انجذاب، فيها حضور انساني، فيها خصوص قضايا محليه ولكن عندها حضور، عندها بعد، يعني ممكن انك تقبل ولكن اعتقد كيف تعامل النقد الان بالنسبه لنا احنا كان في النقد السينمائي السينما الاستراليه، الا القله القليله التي غادي تكون عندها يعني واحد المعلومات كافيه عن السينما الاستراليه. هي ما كاينش اختلاف كثير على يعني بحال الشكل ديال السينمات الاخرى، يعني بالخصوص انها يعني عندها تاريخ مرتبط كذلك بالسينما البريطانيه بحكم يعني تبعيه استراليا لبريطانيا. في نفس الوقت كانت دائما يعني بحال نقولوا كاين اسواق سينمائيه شبه مغلقه، فبالتالي فقط حينما يبرز احد الممثلين مثلا في مهرجان دولي ولا هذا، كاين ذاك الآلة الهوليودية اللي كتجذبوا دائما. فبالتالي احنا دائما كنبقينا كنتعاملوا معاهم كسينمائيين عالميين، يعني هناك البعد العالمي والبعد الكوني في النظر الى هذه كاين اللي ما كان اسمح لي كاين اللي ما كان كذلك اللي ربما في البرنامج يكون افلام عندنا هي السينما يعني لي زوتوكتون. شخصيه مثلا شفت افلام وثائقيه او لا افلام هذا ديال السينما ديال السكان الاصليين ديال السكان ديال استراليا. ربما في البرنامج يكون اللي غادي نشاهدوا هذا النوع ديال السينما. طيب إذا السينما أو اختيار السينما الأسترالية كان اختيارا في محله، على اعتبار أن المهرجان ينفتح بشكل كبير على مختلف السينمات العالمية. بالفعل هي فرصة للاكتشاف. طيب إذا من فرصة للاكتشاف إلى إعادة الاكتشاف مع مستوى آخر من السينما، هو بانوراما السينما المغربية من خلال اختيار 4 أفلام. ثم هناك المسابقة الرسمية، هناك فيلم واحد اللي على الدين الجم. السينما المغربية علاقتها بمهرجان مراكش، دائما السؤال يطرح عن فيلم المسابقة الرسمية، يعني أن المخرجين المغاربة مطالبون بأن يهيئوا أفلاما تكون صالحة للعرض في مهرجان مراكش، على اعتبار أن العديد من المخرجين، وأنت تعلم هذا عديد، في كان يهيئون افلاما لعرضها في كان، سواء داخل المسابقه الرسميه او في باقي الاقسام الاخرى او خارج العروض الاساسيه. هي كما قلت قبل انه ملي كنعملوا في المهرجان كاين ناس جايين من دول ومن قارات بعيده، اول حاجه كيبغي يكتشف هو السينما المحليه لهذه البلاد، ثم السينما ديال المنطقه. حتى نقول مثلا كيجي يبغي يكتشف السينما المغربيه، المغاربيه، العربيه، الافريقيه. صحيح. وما كنتكلمش على جمهور عادي، كنتكلم على اللي من المفروض ذلك هي من المهمات الاساسيه ديال المهرجان. كنتكلم على مبرمجين لمهرجانات سينمائيه، كنتكلم على موزعين اللي كيقلب على يعني افلام اللي قد يشري حقوق التوزيع ديالهم او البث ديالهم على قنوات التلفزيون. فبالتالي البانوراما المغربيه هي مهمه
في هذا الجانب هذا هي انه كتعطي واحد المنصه للتعريف بالفيلم المغربي وكتوفر له هذه الظروف لانه التعريف به والتسويق ديالو وكذلك لان اللي كيمشيو لناس المهرجانات كيمشي باش يوري الفيلم ديالو. انا اقول دائما واحد الفكره هي ان المهرجان هو نقطة انطلاق للفيلم وليس نقطة وصول للفيلم، يعني ما كنعملوش فيلم باش نديوه للمهرجان ولكن كنمشيو للمهرجان هو نقطة انطلاق اللي منه نقدروا نلقاو يعني آفاق للتوزيع الفيلم أو للبث ديالو على القنوات التلفزيونية. إذا السينما المغربية يبدو لي أن الطريق طويل أمامها فيما يخص الاعتبارات المطلوبة لحضور أي مهرجان من المهرجانات سواء كان مراكش أو غير مراكش. إذا انطلقنا من خصوصية أن هذه السينما يجب أن تخرج من محليتها والمحلية مطلوبة أساسا في أي فيلم للبحث عن آفاق أخرى. أنا كنظن يعني اللي كنصنعوا فيلم الحضور في المهرجان ماشي هو يعني هدف حد ذاته. انا كنقول الا كان واحد العام مثلا ما كانش فيلم مغربي في المسابقه لانه المدير الاداره الفنيه ديال المهرجان خاطر ما كاينش فيلم يستحق خصنا نتقبلوها. كانوا جوج كيستحقوا غادي يكونوا جوج. بالتالي كيتولي الاختيار هو معيار ديال مدى التطور او لا عدم التطور ديال الفيلم. يعني ربما ملي كنوصلوا لمرحله لعدم الاختيار فهذه المساله من المسؤول؟ الانتاج ام المخرج ام السيناريو ام اشياء اخرى لها علاقه بصناعه الفيلم ككل؟ ربما ديك السنه ما كان يعني حتى واحد من المخرجين او من المنتجين اللي توفق ينتج فيلم اللي يستحق. ثم مرتبطه بواحد الظرفيه يعني مركبه لان حتى في المهرجانات الكبار مثلا في كان بعض المرات لو غون بخي فيلم اللي ما يستحقش كيجينا بعض المرات جوج افلام كبار كيتنافسوا على يستحقوا بجوج يعني جائزه. إذا هناك الآن في المسابقة الرسمية من المخرجين الشباب نجم يعني أعتقد هنا غادي نفتحوا يمكن صفحة أخرى جديدة في السينما المغربية منطلقها مهرجان مراكش في مسابقة دولية في شريطه الطويل الأول. جم يعني أنا مش مازال ما شاهدتش الفيلم الطويل ديالو ولكن شاهدت الشريطه القصيره يعني من نخدموا نقولوا انه كان يعني من خلالها كنا نخدموا نقولوا انه مخرج واعد ومنتج واعد لان في نفس الوقت انتج افلام وانتج افلام اخرى. يعني ماشي بالضروره لانه تختار في المهرجان ولكن لانه واحد لا ديمارش سينمائيه ديالو عنده واحد كيطور واحد الاسلوب خاص ديالو في السينما اللي شاهدناه في الاشرطه القصيره ديالو. واعتقد هذا هو المطلوب في المساله مطلوبه اساسيا في اي فيلم العرض في اي مهرجان يعني كتكون لك واحد الخصوصيه او واحد الفكره او واحد السر معين كيخلي بالفعل يعني هو كيطور واحد الاسلوب ديالو. الحضور في المهرجان مزيان لانه يعني أسلوب تقول أسلوب ليس كباقي الأساليب التي نشوفها أسلوب خاص به. أنا كنقول أن الحضور يعني اختياره يعني كفيلم في المسابقة هو كيعطي الفيلم واحد لافيزيبيليتي واللي في نفس الوقت كتسمح للمخرج أنه يطور راسه لحقاش كتعطيه من خلالها فيزيبيليتي في وسائل الاعلام في حضور في مهرجانات اخرى في التوزيع ديال الفيلم من بعد واللي في نفس الوقت كتعطيه واحد الفيدباك يعني اللي كتسمح له انه يطور نفسه ويطور الاسلوب ديالو. اذا بالنسبه للنموذج ديال الجم نحن نبحث عن فيلم وفي نفس الوقت نكتشف مخرج. بالفعل هذا لوكا بخصوص انه الان يعني الاختيار الرسمي ديال المهرجانات هو الافلام الاولى والثانيه لمخرجيها. نعم. طيب 98 فيلم يمثلون 34 بلدا. انا يمكن نقول 98 فيلم كتمثل 34 مدرسه سينمائيه على اختلاف الجنسيات واختلاف التجارب السينمائيه اللي يمكن نشاهدوها في الدورة 18 مهرجان مراكش مسابقة رسمية باقي الأقسام الأخرى اللي عندها علاقة بالمهرجان. بالفعل هو يعني من خلال يعني إلقاء نظرة على البرنامج كاين مناطق مختلفة من العالم وأنواع مختلفة لأنه كاين أفلام أيضا أفلام وثائقية بالإضافة للأفلام الروائية وكاين أفلام اللي في
طور الانجاز اللي يعني كنحثوا عليها من بعد انه ضروري حتى هي كانت مهمه البلاتفورم يعني ديال مين ساليستوير مشاريع الافلام في المسابقه. مثلا كاين افلام من جغرافيات متنوعه لانه مثلا كاين من سربيا مثلا اللي درس اوروبا الشرقيه ما يكن يعرف اوروبا الشرقيه ولكن باقا كتحمل ذاك المخلفات ديال الفكريه يعني من ناحيه الجماليه ومن ناحيه يعني الابداعيه هذيك دراسه يعني قائمه بذاتها. مثلا كاين افلام من ديك المنطقه كاين فيلم من استراليا كذلك كاين فيلم سعودي اللي هو كذلك يعني غادي نكتشفوا كاين السينيغال بالفعل السينيغال اللي حتى هي من كما قلت يعني من السينمات القريبه لنا اللي كذلك هي مرات بالنسبه لها مكان البروز كان عندنا معها علاقه وجدانيه مع السينما الافريقيه ككل بالفعل وهي من السينمات الناشئه لان ما نتج عندنا فيلم سينيغالي فرنسي ولكن كان توج مهرجان كان الاخر ديالو اتلانتيس لمخرجه سنغاليه فرنسيه. طيب هناك من الوقفات الاساسيه في المهرجان هي لحظه التكريمات. بالنسبه للسينما المغربيه تم اختيار الممثله منى فتو. منى كتعرف عليها لانها من الاسماء التي ساهمت في اعطاء روح اخرى للسينما المغربي من خلال فيلم حب في الطالبه. يمكن انا كنقول هو المنطلق لصفحه جديده للسينما المغربيه مع عبد القادر القطاع. هي بالفعل مع عبد القادر القطاع يعني نقدر نقولوا بتلخيص ان منى فتو هي من النجمات اللي ساهمت في تصالح الجمهور المغربي مع صحيح. مع السينما المغربي انطلاقا بدايه التسعينات مع عبد القادر القطاع في حب في الدار البيضاء ثم مع لهلا حبي مع عبد الرحمن التازي يعني هادو افلام البحث عن زوج امرأتي هذه افلام هي اللي كانت البدايه الاولى ديال نساء ونساء ثم من بعد منها نساء ونساء هذه افلام هي اللي يعني فتح حات داك حنا كنسميو تصالح ما بين الجمهور المغربي وما بين السينما ديالو وانطلاقا منها ولينا كنشوفوا الفيلم المغربي يعني الناس كيمشي للقاعه السينمائيه باش يشاهد فيلم مغربي. ولكن منى فتو كممثله يعني تعطي بشكل كبير. انا كتجيني كتحرك بشكل سهل امام الكاميرا في اي دور سواء كان دور كوميدي او دور درامي او غيره. بالفعل يعني منى فتو كممثله نقطه القوه ديالها هي العفويه ديالها في الاداء، فبالتالي كل ما كانت عفويه كل ما كان الدور اكثر نجاحا كل ما كانت. وهذا هو السبب اعتقد ديال النجاح ديال حب في الدار البيضاء، طبعا لانه القطع كان راهن بشكل كبير عليها ولكن عفويتها امام الكاميرا. بالفعل العفويه ديالها امام الكاميرا يعني كتمثل يعني هذا فيلم اللي مثلا كنشاهدوا الان في تاريخ السينما وكذلك كيأرخ حتى لنا كمجتمع. يعني واحد ممكن نعتبروه من كلاسيكيات السينما المغربيه حب في الدار البيضاء. يعني ذاك العفويه ديالها في الاداء كفتاه مصحفه منطلقه هي اللي عطات يعني هي اللي مع ممثل محمد زهير هي اللي يعني صنعت القوه ديال هي استمرت لكن محمد زهير اختفى. زهير اكثر في المسرح يحضر في المسرح ولكن نفتقده في السينما وفي التلفزيون يعني يشتغل في المسرح بخصوص على مسرح كيف ستار. هناك اسم اخر سيتم تكريمه هو الممثل العالمي والامريكي ديال الخصوصيه السينمائيه المتفرده هو روبرت ريدفورد. يعني من الاسماء اللي لا يمكن المرور عنها بشكل سريع ومن الاسماء اللي عندها وزن في السينما الامريكيه وعندها حضور بشكل كبير. روبرت ريدفورد اون ليجون فيفون اللي كنقول يعني هو اسطوره تسير على رجليها اللي يعني ماشي سهل يكون عنده حضور اكثر من 40 او لا تقريبا 50 سنه الحضور في السينما. هو ماشي هو عمره الان 83 سنه هو ماشي وجه يعني ماشي كوميرسيال بزاف ماشي غير متداول تجاري اكثر ولكن كان عنده اختيارات كمخرج وكممثل ثم كمخرج اللي ولو انه قليل يعني في الانتاج وقليل في الحضور ديالو كممثل ولكن طلع الاسم ديالو لانه
شكون سنه دار واحد مجموعه ديال الاختيارات في الفن ديالو في الحياه في الحياه. ومن ما يصطلح عليه بالسينما الامريكيه المستقله يعتبر هو احد رموزها وأحد يعني مؤسسيها الكبار. ماشي فقط كرموزها ولكن يعني كان واحد المجموعه ديال هذا كيقول لي انه هو غير وجه السينما لانه بدا اولا من خلال المهرجان اللي ساندانس مهرجان ساندانس السينما المستقله المستقله ومن خلالها كذلك اللي يعني مجموعه ديال المبادرات لتشجيع الفيلم المستقل في الانتاج في التوزيع هذا فعطات هي اللي سمحت بروز مجموعه ديال الاسماء وبالتالي بالنسبه حتى للنقاد الامريكيين يقول لك هو ذاك يعني هذه المبادرات ديالو غيرت وجه السينما الامريكيه كانت غادي تكون عندها وجه اخر. طيب هو بالنسبه للسينما الامريكيه يمكن نقولوا خارج المنظومه او الاله الهوليوديه الكبيره التي تتدمج المال مع الانسان مع الانتاج مع يعني ما كاينش هناك واحد الفرق كبير ولكن بالنسبه لروبرت ريدفورد اعتقد خدا منحى اخر خدا توجه اخر. يمكن نقولوا على انه رغم ذلك استطاع البقاء والاستمرار في الحضور ديالو كسينمائي كمخرج كممثل. انا كنظن ربما هو اللي كيختار لانه هو اللي داك اللي شكرت قبيله اختيار من الاختيارات اللي دار يعني فبالتالي هو اللي كيحسب داك الحضور ديالو واش باغي يدير فيلم في العام ولا جوج افلام في العام لانه متف افلام كبيره مثلا هو مثل دور ولو ماشي يعني دور رئيسي في سلسله مارفل قام مؤخرا شارك في واحد من هذه الافلام هذا ولكن هو يعني كي انه ما باغيش ثاني ذاك الحضور الطاغي اللي بشكل انه يولي مستهلك تجاريا. الاختيار الاخر اللي بغيت نتكلم عليه هو انه روبرت ريدفورد كان من الاوائل يعني من مده 40 سنه تقريبا ولا ذاك الشيء اللي كان كينادي يعني واحد الحفاظ على البيئه الايكولوجي وهذا انعكس حتى في السينما ديالو في مجموعه ديال الافلام فمثلا ملي كنشوفوا الريفرنس ثرويت ديالو يجري نهر من خلاله نهر هو فيلم مثلا افلام في الطبيعه بشكل ديال التصالح الانسان مع الايكو سيستم ديالو مع فضائه الطبيعي لوم كيما يشوفوا نفس الشكل كنشوفوا هذا الشكل ديال التصالح الانسان مع الطبيعه مع محيطه البيئي بالتالي هذه يعني نابع على واحد الاختيارات ديالو اعتقد حتى اختيار المنظمين المهرجان لان السنه الماضيه كان اسم كبير في السينما العالميه روبرت دينيرو الان روبرت ريدفورد اعتقد هي نقطه تسجل منذ الدقيقة الأولى للمهرجان. هو حضور هذا النجوم هذو يعني نجوم بخلفية فكرية هو كيساهم أنك يعني الجلب الانتباه يعني الحضور الصحافة والمهتمين الدوليين داك الشيء اللي كيجيو يعني لانه اللي كيحضر يعني ما يمكنش روبرت ريدفورد يدير تصريح او لا يشارك في شي عمل يعني ويدوز ان بيرسي ضروري كاين واحد المتابعه واحد التغطيه الدوليه فبالتالي هما ضروريين لجلب الانتباه يعني كذلك اذا المهرجان بحضور روبرت ريدفورد كيعلي شويه المستوى ديال القيمه بالفعل خصوصا انه ليس من الاسماء المستهلكه كما كتكثر وقليل الحضور فبالتالي يعني ملي كيكون ذاك الحضور ديالو قليل كتكون دائما كيعطي واحد القيمه مضافه للمدينه. دور في حضور روبرت ريدفورد مراكش اول مره كيحضر على حسب ما قراته اول مره سيحضر لهذه المدينه بدون شك ولو انه فايت له صور في المغرب
فايتلو صور يعني كشاب كممثل في فيلم في افلام مصوره في المغرب، ولكن يعني مراكش عندها هاد الجاذبيه هذه، ربما يعني سيناريومون دو بلوس باش يمكن الحضور ديالو في اطار اللقاء اللي غادي تنظم مع كونفرسيشن ويت حوار معه، ربما نكتشفوا بشكل مباشر وحي روبرت ريدفورد الانسان السينمائي الممثل، خصوصا انه هو قليل يعني من حيث الحوارات والحضور في وسائل الاعلام، هو مقل جدا في هذا الحضور. المهرجان يعرف حضور جماهيري كثيف في مختلف العروض السينمائيه، وهذا يزيد من دحض فكره ان الجمهور هرب على السينما ويفضل التلفزيون ويفضل منصات رقميه اخرى لمتابعه الافلام، ولكن السينما كتبقى دائما عندها، او القاعة السينمائيه كتبقى دائما عندها ذاك الثقل السحر او السحر والعشق الدفين عندنا كاملين، يعني جمهور وصحفيين ونقاد وممثلين. هو بالفعل كنظن، انا دائما كنظن بانه الجمهور عنده رغبه في مشاهده افلام، مشاهده يعني برمجه جيده، مشاهده شيء، يبقى فقط كيفيه استقطابه او لا كيفيه الوصول الى ذلك الجمهور. مراكش من المناسبات اللي كيحضرها جمهور محلي كثير، لانه كيبغي يشوف ذوك النجوم، كيبغي يشوف ذوك، يكتشف افلام اللي يعني اللي ما كيشاهدش في قاعة سينمائيه او في اماكن اخرى، وخصوص ملي يعني كيعرف بانه كاين عروض في طريقه، يعني تمر في يعني في ظروف كتضمن ظروف العرض السينمائي. يعني غير هذا المهرجان مراكش هي المهرجان، ام المهرجان هو مراكش؟ يعني استمراريه المهرجان ببقائه بحضوره في مراكش، هو هذا اش قلت انا، يعني كيعطينا لانه كيرجعنا انه كيف يمكن استثمار هذا الاهتمام بالسينما في وقت المهرجان، كيفاش يمكن الاستثمار ديالو يعني باش على المستوى السياحي، على مستوى على المستوى يعني كنتكلم بخصوص على المستوى السينمائي، لان المهرجانات هي فرصه بتعريف الافلام، فمن المفروض انه افلام معينه مثلا كتلقى اقبال من عند الجمهور، من المفروض انه يكون واحد الموزع اللي غياخذ ذاك الفيلم اللي غادي يقوم بالتوزيع ديالو من بعد. كيبقى هذه اكبر اشكاليه هي كيفيه ربط مهرجان مراكش بالسوق السينمائي المحلي، وكيف يمكن استثمار ذاك الشهر بالسينما اللي استدامته في طوال السنه وعلى مدن اخرى. اذا باختصار او في يعني كسؤال اخير، استمراريه المهرجان تنبني بشكل كبير على ما يقدمه من افلام في المسابقه، على الحضور النوعي لاسماء لها حضور كبير ووازن في السينما العالمية، اكتشاف سينمات أخرى، خلق علاقة مباشرة حية بين من يحضرون ومن يشاهدون من جمهور، لأنه لا يتابع فقط الأفلام ولكن يتابع حتى ضيوف المهرجان في مختلف لقاءاتهم الأحياء. وربما هذه أهم نقطة في المهرجان، لأن السنة الماضية كانوا فقط مثلا في الحوار معه كان هناك تجربتين اثنين، الآن نحن أمام تجارب متعددة لأسماء في السينما الإيرانية، في السينما التونسية المصرية، في السينما الأمريكية، يعني هذا التنوع هو في صالح استمرارية المهرجان، سواء بالنسبة للمهتمين بالسينما ولا بالخصوص لطلبة المدارس السينمائية، لأنه صحيح. يعني فرصة لا تتاح كل يوم في أي مكان، يعني المحاورات أو الاستماع مباشرة إلى مخرجين كبار. وهذه فرصة باش نذكر على أنه يوم الأحد سيكون لنا لقاء حول هذا الموضوع، يعني التكوين في المجال السينمائي من خلال دور مهرجان مراكش في هذا المجال. شكرا عادل صمار، أتمنى لقائك في فرصة قادمة بإذن الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، كانت هذه إحدى أو طلتنا الأولى عبر قناة الأولى وعبر قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لكم تحيات كل الفريق، إلى اللقاء غداً.